على الحياة فام. العاشرة ليلا من الحياة فام، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس تعرب عن خيبة أملها الشديدة لاستبعادها من افتتاح ومتابعة مهرجان قرطاج السينمائي للسجناء. في العالم توقعات بارتفاع أسعار الحبوب. وزراء الخارجية العرب يتوافقون حول ملفات قمة الجزائر. الاتحاد العام لطلبة تونس يقرر تحركات احتجاجية وإضرابا عاما إثر إيقاف طالب وإحالته على القضاء. وإحباط 4 عمليات هجرة غير نظامية. إلى تفاصيل النشرة، حيث أكدت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس في بيان لها اليوم الأحد 30 من أكتوبر الجارية عن خيبة أملها الشديدة لاستبعادها من قبل الهيئة العامة للسجون والإصلاح من المشاركة في افتتاح ومتابعة أيام قرطاج السينمائية في السجون في أماكن العروض المبرمجة للمساجين. وبيّن مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس في بيان له أصدره اليوم أنه قد أبلغ صباح الأحد في مكان التجمع المخصص افتتاح أيام قرطاج السينمائية في السجون بأنها لا تملك الإذن بالمشاركة في هذا الحدث ولا الذهاب إلى مختلف أماكن العروض المبرمجة في هذه الدورة. وكانت هيئة أيام قرطاج السينمائية والهيئة العامة للسجون والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس قد اشتركت في الإعلان خلال ندوة صحفية في 17 من أكتوبر الحاضر عن الدورة 8 من أيام قرطاج السينمائية في السجون. وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد العام لطلبة تونس مساء اليوم الأحد أنه قرر الإضراب العام في كل الجامعات وتحديد موعد لاحق، ودعا إلى تحركات احتجاجية أخرى، وذلك بسبب ما وصفه باختطاف أحد مناضليها أحمد بهاء الدين أحمد منذ أكثر من 48 ساعة من قبل قوات الأمن من منزله وحجز حاسوبه وهاتفه الجوالي وكتبه. وقال الاتحاد في بيان على صفحته للتواصل الاجتماعي فيسبوك أن إيقاف الطالب من أجل إحالته على القضاء يوم الاثنين جاء على خلفية إنشاء صفحة على الفيسبوك بعنوان حي تضامن باعتباره من أبناء هذا الحي ينشر فيها مطالب الاحتجاجات، ودعا كافة القوى التقدمية والوطنية لوقفة احتجاجية صباح الاثنين أمام محكمة تونس 1 تزامنا مع إحالة الموقوف على قاضي التحقيق. وفي العالم، قال محللون أنهم توقعوا أن تقفز العقود الآجلة للقمح يوم غد الاثنين 31 أكتوبر الجارية، إذ يجعل انسحاب روسيا من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود للصادرات الأوكرانية في خطر. وعلقت موسك مشاركتها في اتفاق التصدير عبر البحر الأسود يوم السبت ردا على ما قالت أنه هجوم أوكراني كبير بالطائرات المسيرة على أسطولها في شبه جزيرة القرم التي ضمتها من أوكرانيا. وفي إطار العمليات الاستباقية، تمكنت يوم 29 من أكتوبر الجاري وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات الهوارية المحرس جبنيان المهدية ومنزل تميم من ولاية نابل من ضبط 49 شخصا، من بينهم شخصين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيين كانوا بصدد التحضير للقيام بعملية هجرة غير نظامية. كما تم حجز مبلغ مالي من العملة التونسية والأجنبية ومراكب بحرية مجهزة بمحركات، وباستشارة نيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم. اختتمت اجتماعات وزراء الخارجية العرب مساء الأحد في العاصمة الجزائرية بتوافق حول جدول الأعمال النهائي للقمة العربية المقرر عقدها يوم 1 و2 من نوفمبر القادم. وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة في تصريح مقتضب عقب نهاية الاجتماعات التي انطلقت أمس السبت أن الاجتماعات سمحت بالتوصل إلى نتائج توافقية بعد مشاورات ثرية ومعمقة. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس تعرب عن خيبة أملها الشديدة لاستبعادها من افتتاح ومتابعة مهرجان قرطاج السينمائي للسجناء. توقعات بارتفاع أسعار الحبوب في العالم. وزراء الخارجية العرب يتوافقون حول ملفات قمة الجزائر. الاتحاد العام لطلبة تونس يقرر تحركات احتجاجية وإضرابا عام إثر إيقاف طالب وإحالته على القضاء. وإحباط 4 عمليات هجرة غير نظامية في أماكن مختلفة من البلاد. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة، إلى اللقاء.
الحياة فام. الحياة